الرحمن الرحيم. الحمد لله انا جددت تعدي في النادي الاهلي سنتين، ويعني الحمد لله انا كنت من الاول حابب ان اكون موجود. طبعا ظروف يعني خارجة عن ارادة الواحد، ان هو يعني كانت الموضوع طول شوية، بس الحمد لله الموضوع انتهى ان انا موجود في النادي الاهلي، وانا كنت حابب كده من الاول. وبتمنى ان شاء الله ان اكمل مشوار مع الفرقه بتاعتي، ونعمل حاجه كويسه ونسعد الجماهير ان شاء الله الفتره الجايه. شكرا.